الحقيقة أن البادية اليوم هي ليست بادية الأمس، البادية ديال اليوم. داكشي اللي كان ناقص راه دخل، الحمد لله الضو كاينة والماء كاين والجمع كاين، وكل خير الذي كان بالأمس في المدينة قدر الله تعالى أن ينتقل إلى البادية. فما تميزت به البادية على المدينة بقات متميزة، واللي كانت متميزة به المدينة دات البادية. إذن شكون اللي راه رابح؟ شكون اللي رابح؟ البادية، لأن ذاك الشيء اللي كان عند المدينة تنقل البادية، فتساوت البادية مع المدينة في أسباب الحضارة من ماء شروب وكهرباء وطرق ومساجد، الحمد لله. وأما الشيء الذي تميزت به البادية لم ينتقل إلى المدينة، الوسوعية والهوى تبارك الله والمسائل تاع اطلق عينك، خاصة في فصل الربيع الشراء ما موجود شيء في المدينة غير الحيط، ينقوا على الحيط وما بين القهوة، والقهوة كاين قهوة. والمسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، أن البادية أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى تزخر بشباب غض طري، شباب وعماد كل تغيير هو الشباب، ولا يمكن للشباب أن يغير إلا إذا تغير. فشباب البادية كان معروفا عنهم أنهم غفل، أي قوم غافلون عن الله، ولكن اليوم نرى البوادي تكثر فيها محاضن للقرآن يقبل عليها الشباب، ورأينا شبابا يحملون كتاب الله، ورأينا البوادي تتحول كالنحل، لها دوي كدوي النحل بالقرآن. فأصبحت البادية تتميز أيضا عن المدينة بأن رجع لها القرآن، وأصبح شباب البادية الذين يحملون القرآن هم الذين يؤمون الناس في المساجد في المدينة. هذه خرات على البادية. أصبحت تمد المدن بمن يحمل القرآن في هذه المحاضن المنتشرة في البوادي، هذه زايدة. والرابعة، أن هؤلاء الشباب في البادية لم يعودوا فقط ملتزمين بالدين، ولكنهم أصبحوا يدعون إلى الله. شباب في البادية أصبح يغار على الدين ويدعو إلى الله، فهنالك جلسات ربانية يتعلم فيها شباب البادية دينهم، ولم يعودوا متواكلين ينتظرون أن يأتيهم عالم من المدينة ليعلمهم، بل هنالك بعض المبادرات التي يقوم بها بعض شباب البادية، فأصبحوا ينظمون جلسات يتعلمون فيها الدين. الله، ولا أدل على ذلك من أن هذا المسجد، مسجد الذوبة، حينما صلينا فيه العشاء وجدنا جماعات من جماعات التبليغ رفع الله قدرهم قد خرجوا في سبيل الله لكي يقوموا بتوعية الناس، والذين وجدناهم يتحلقون حولهم هم الشباب، وهذه ظاهرة صحية، وهذا خير علينا أن نشكر الله عليه. الله. خامسا، جينا هنا إن شاء الله تعالى أيضا لكي نحضر ما يسمى بعقيقة ابننا وليد، وإذا بهذا المجلس في البادية هو الآخر يتحول إلى مجلس علم وحلم وذكر، ويتحول إلى مرتع من مراتع الجنة، وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. الله، هذا خير في خير في خير في خير في خير. الله الله الله. وما كان الأمر يتعلق بهذه الخير اللي هو إن شاء الله تعالى العقيقة، سنتحدث بعض الكلمات. الله، قولوا لي الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، ماذا يريد الإنسان من وراء الزواج إذا تزوج؟ ما المقاصد التي يتوقعها؟ أشي يبغي مور الزواج؟ نتزوج اسمه بغيت أنت واسمه بغيت؟ واسمه بغيت؟ أهلونا. ولذلك المقاصد الكبرى المتوخاة من وراء الزواج ذكرها الله تعالى في سورة الروم، يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، علاش؟ لتسكنوا إليها. يتزوج لكي يحصل السكن النفسي، سكن القلب والجوارح، حتى يطمئن لعبادة ربه، حتى يتفرغ لعبادة ربه، حتى لا تشغله شهوته عن 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 عبادته لله. هكذا. وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة والرحمة هذه من المقاصد. لكن من المقاصد الأخرى اللي مرز واسمه اللي قلته، وهي أن يستمر النسل. يتزوج المسلم ليستمر النسل، ليستمر من يحمل اسمك ويحمل دينك وأمانة الدعوة إلى الله. الله، انت منين تتزوج؟ تتزوج باش تجيب الوليدات اللي يعبدوا سيد ربي، تموت انت ويبقوا موراك. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، أي ثلاثة مسائل تجعلك وأنت ميت لا ينقطع عمل، أي يستمر عملك بعد موتك. الله، لهي علم ينتفع به وصدقة جارية زيد وولد صالح يدعو له. فأنت تتوخى الولد، أنت تريد الولد. وشكون أنت اللي بغيت الولاد؟ شكون أنت؟ بنادم مصافي. فخير الخلق وأعلاهم درجة كانوا يسألون الله الأولاد، شكون هما؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خيرة الخلق كان يريدون الأولاد. كافى يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. امرأته عاقر وهو قد بلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك لم ييأس، فهو يسأل الله في الليل وهو قائم يصلي في المحراب، يدعو الله أن يرزقه الذرية الطيبة التي ترثه. واسمه ترث منه؟ الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ولكن يرث النبوة، يرث أخلاق المؤمنين، يرث هذا العلم. ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يورثهم الكتاب، العلم، الأخلاق. الله، إذا أنت نعم سيدي من الزوج، أنت تطلب لوليدات. راكم تشوفوا منين الراجل يكبر والمرأة تكبر، وخا عندهم الأولاد مشاو لفرنسا وخلاهم، كي داير الدار اللي ما فيهاش الأولاد؟ كي داير؟ بحال الباش المهرسي، والو والو. لا لا، خلي حتى شي واحد بوحده، بعدا خلي حتى نكونوا تحت القبر، ديك الوقيته ما عندنا كي نديرو. اما في الدار تبقى بوحدك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تخيل معاك انت حي وتمشي لواحد الدار مهد ما فيهاش جوايه وتبغي تبات تما، لو كان يجي شويه غير الريح يخشش واحد الاخر تهرب. هنا وحدك يا سيدي، ما عندكش وحدك. ولذلك الانسان دائما يبغي يكون عنده الوليدات. ولذلك سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لنا منين تمشيو تزوجوا اش ديروا؟ تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الودود، أي التي تود زوجها، تقصر عينها على الزوج، وهي ولود، أي ذن تنجب له الأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، منين كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يمدح خديجة من اللي ماتت عايشة غارت،
منعش غرد قاتلوا لازلت تمدح امرأة شمطاء عجوز وقد أبدلك الله بامرأة شابة هي خير كتشير نفسها. قال لها لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حينما كفر بالناس وواستني بمالها حينما منعني الناس ورزقني منها الولد، هي الوحيدة اللي أعطاني ربي. فذكر من مناقب أمنا خديجة أن الله حينما أراد أن يرزقه الولد رزقه الولد من قبل امرأة واحدة هي خديجة، كل نسائه لم ينجبن معه الأولاد إلا خديجة. والمرأة الأخرى اللي جابت إبراهيم هي ماشي امرأة، ماشي 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 من أمهات المؤمنين، قد جارية اللي كيسموها ماريا القبطية، ماريا القبطية ماشي من أمهات المؤمنين. الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدحها ويقول ما أبدلني الله خيرا منها، لأن اللي عندها هو ما عندكمش انتما، ومن جملة اللي عندها هي أن الله ميزها عن كل بأن الله تعالى جعل أولادي وذريتي من صلبها. الله الله، الوليدات. وتعرفوا يا الأحباب الوليدات منين يتكلم عليهم القرآن يتكلم عليهم با كيسميهم كيسميهم يسميهم اسمهم بشرى. بشرى، بشرناه بإسحاق نبيا، بشرناه بغلام، إنا نبشرك بغلام يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. بشرى، هالبشرى منين جات الوحش؟ من رب العالمين، ربي يبشرك، ربي يعطيك بشرى. ولذلك كان يعجبني اللي كيسمي البنت نتاعو بشرى، يعجبني بزاف بشرى، بشرى بشرى الخير، بشرى. ويسميها واسم اخر هبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة. هبة هي هبة الله وهي بشرى من الله، بشرى من الله وهبة من الله. يقدر شي واحد يعطيك الوليدات؟ يقدر شي واحد يعطيك الوليدات؟ الا حصلت في الوليدات كاين شي واحد اللي يعطيهم لك؟ كاين اللي مني ما يعطيلوش ربي الوليدات يمشي لسيدي حازم ولا سيدي ميمون ولا ودي الدجاج كحله ولا العطروز كحل ويقول له يا سيدي يا سيدي انا جيت عندك وانت تعطيني الولاد بحال اللي عنده كراج ديال الوليدات. واش هو يعطي الوليدات؟ الوليدات شكون يعطيهم؟ شكون يعطيهم؟ الله. يهب لمن يشاء، لهب لمن يشاء هو اناثا، ويهب لمن يشاء زين الذكورة، ويزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هو سبحانه، هو سبحانه يفعل ما يشاء. ولذلك انت ان شاء الله تبارك وتعالى تطلب الوليدات على اللي يعطيهم، ماشي شيت على بنادم، على إنسان. متى كان الإنسان يعطي هذه النعمة؟ فهي بشرى من الله وهي منة الله وهي هبة الله. ربي يا ربي، تخيلت كي كنت، تخيل كنت غيب وحدك تدلوس شوية 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 شوية، اسمو يدير اسمو يدير تزوج وتولي وانت مزوج. وكاين اللي قاع ما يشجعك على الزواج، قاع كاين اللي قاع ما يشجعك على الزواج. كاين الناس تاع بكري ديال البادية كيتزوجوا مولانا 15 عام 16 عام 17 عام، والوالدين يشجعوا وليداتهم على الزواج. اليوم تصيب الله يحفظه يستر الولد عنده 40 عام 45 عام في الباديه ما كانش اللي يقول له الزواج. يا لطيف يا علاش اخويا علاش؟ علاش؟ الشباب يخصو يتزوج، خصو يدير داره. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، وربي كيقول وانكحوا ليامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله يعونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. كاين شي شباب اللي يخافوا يتزوجوا، يخاف مسكين عنده عقدة نفسية يبقى هكذا الله يحفظه يستر، وهو ما يعرفش بلا الزواج هو شطر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتزوجت؟ قال نعم. قال لقد أديت شطر الدين، فاتق الله في الشطر الآخر. راه عندك 5 على 10 كي تزوجت، اجتهد النغي في النقاط الاخرين باش تجيب شي نقطة عالية عند رب العالمين. اما اذا كنت والعياذ بالله غير متزوج ما عندكش 5، معنى راك غير تقاتل في ديك الخمسة وتجيبها ولا ما تجيبهاش. مالكش تجيبها، مالكش تجيبها. انا نتعجب علاش الناس ما تشجعش على الزواج، ملي تشوف المجتمع ما يزوجش على الزواج ما يشجعش على الزواج. يشجع على من؟ يشجع على العنوسة،
اشجع الانحراف. ما هو الحل إذا كنتم تمنعون الناس أو لا تشجعون الناس على الزواج؟ ما هو الحل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر واحد السيد ما بغاش يتزوج، قال له لماذا لا تتزوج؟ القائمة ما في الهضرة. قال له إذا لم ترد الزواج فأنت أحد رجلين، إما عاجز ما تقدرش، وإما فاجر فاسق تريد أن تصرف شهوتك في الحرام. الله الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فالإنسان يتزوج لينجب الأولاد. فإذا أنجب الأولاد كيتزوج، اخترى اخترى شوية كيشوف البطن تاع الزوجة ينتفخ، يا ربي كنت غير بوحدي وليت حنا زوج، والآن هنالك قادم من بعيد. سبحانك يا ربي سبحانك. سيد ربك أقول له ها الهدية راها جاتك، ها هديتي، ها أبو شرايا، يا أبو شرايا هذا غلاه، يا أبو شرايا. شكون اللي قالها؟ قالتها السيارة التي كانت تجوب الصحراء فمرت على الجب الذي وضع إخوان يوسف أخاهم فيه، فلما ذهبوا ليستقوا الماء إذا بهم يفاجؤون بوجود غلام، فقال كبيرهم يا بشرايا هذا غلام. الله، هذه بشرى، هذا غلام. إذن كيبقى جاي الوليد يقول لك رحنا احنا ثلاثة ذرك، ما بقتش وحدي ثلاثة، فيخرج إلى هذه الدنيا. الله، فيفرح به ويقبل هبة الله ويسجد لله شكرا، وتبدأ أمانة تربيته لكي يكتمل موعود رسول الله في أن يبقى من بعدك ولدا صالحا يدعو لك. فالولد قد أعطيته وبقي عليك أن تقوم بواجب إصلاحه حتى يظل بالنسبة إليك في حياتك وبعد موتك يظل استثمار عظيم بالنسبة لك، تموت ويبقى العمل الصالح مستمرا في ذريتك، فكأنك لم تمت لأنك نقلت الإيمان إليه ونقلت العمل الصالح إليه ونقلت الدعوة إلى الله إليه، فصار يحمل هذه الأمانة من بعدك فكأنك لم تمت. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من أعمال صالحة ونكتب أعمال آثارهم، والولد أثر أبيه. الله، فتبدأ مهمة المسلم عند الولادة. روى الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه الله يهودانه أو ينصرانه أو ينجسان، يمجسانه مجوس، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل تجدون فيها من جدعاء؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو هريرة معقبا على حديث الحبيب صلى الله عليه واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله، وقفوا إن شاء الله مع هذه الأمانة الكبيرة، مور الوليد تبقى أمانة التربية. تعرفوا علاش؟ لأن كل شيء أصحاب الديانات والمناهج الأخرى يسارعون من أجل زيد أن يسبقوا لابنك لكي يحوزوه إليهم. تعرفوا بين الآن الصراع الاستراتيجي المستمر فاش في الأجيال القادمة، واش المسلمين يحرصون الآن على أن تظل الأجيال من بعدهم مؤمنة تدعو إلى الله، أو إلا والعياذ بالله يأخذها اليهود فيهودونهم، أو النصارى فينصرونهم، أو المجوس فيمجسونهم، أو العلمانيون فيعلمنونهم، أم الفساق فيفسقونهم، أم الفجار فيدفعونهم إلى الفجور.
شيء راهم الان خدامين على الوليدات، كل شيء خدامين على وليداتنا. احنا يا ولدو اترك وخليه الاخرين يربيوهم. ولذلك سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كله، ما معنى كل؟ هذه الكلمه تدل على الاستغراق والشمول. معنى كل، كل مولود. ما معنى كل مولود دلواش؟ كل مولود يولد للمسلمين، كل مولود يولد للمسلمين عن طريق الزواج، كل مولود يولد للمسلمين عن طريق الزنا، كل مولود يولد للمسلمين عن طريق علاقات مشبوهة، كل مولود يولد للكفار عن طريق زواج، كل مولود يولد للكفار عن طريق غير الزواج. أي كل من يخرج إلى هذا الكوكب، كل شيء كل شيء، لأن الأولاد كاين المسلمين وكاين اللي ماشي مسلمين، كل شيء معيني من الحديث. والمسلمين كاين اللي يزيدوا بالزواج وكاين اللي يزيدوا، راكو تعرف باش يزيدوا، راكو عارف باش يزيدوا. كل شيء هالوليدات يا مولانا يا مولانا، لان كاين شي وليدات يزيدوا بلا زواج. عندك الخبر ولا ما عندكش الخبر؟ وتعرف الله يحفظه ويستر، دائما كيجوني التليفونات كيقول لي الله يرحم لك الوالدين، انا غلطت مع هذيك الخرى ودرك راها حملت وكي غادي ندير لها واش نقتلو. قلت له اعوذ بالله، ارتكبت جريمه وتريد ان ترتكب جريمه اخرى، فما ذنب هذا الذي تريد قتله؟ هو ما دار لا بيده لا برجليه. ويوم القيامه يقول الله تعالى: واذ الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. تسال الموءوده، الموءوده هي البنيه اللي كانوا يدفنوها العرب في الجاهليه خوفا من العار، فيسألها الله هي دارت شي حاجة ولا ما دارت؟ ما دارت والو، ولكن علاش يسألها ربي؟ يقولها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. شكون اللي راه يسألها سيدي ربي؟ شكون؟ شكون في الحقيقة راه يسأل؟ شكون اللي راه يسأل؟ شكون؟ يسأل باها، ولكن يسألها هي وباها حاضر. يقول لها بنتي أنت أش درتي باش قتلوك؟ ما جريمتك؟ ما درتي لا بيديك لا برجليك؟ والبين يسمع، فهذا أشد في التقريع، فهو تقريع لمن فعل ذلك. بحال واحد السيد دار المعصية وتمشي تكلم على ولده الصغير وهو يسمع، تقول له يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي، كي صرات لك كي صرات لك كي صرات لك، جيت بهذه الطريقة، واش هو مسكين دار شي حاجة؟ وباه يسمع يقول يا ربي يا ربي يا ربي، غلبتني النفس نتاعي والأنانية نتاعي، ونسيت ربي في تلك اللحظة وعصيت الله، وإذا بي عياذا بالله أتحمل إثم هذه الباكورة المرة لنتيجة العصيان إلى يوم القيامة. وربي ربي 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 ربي، اسمعوا اللي راكم يسقسوني دائما، كل من يسألني عن حمل المرأة خارج إطار الزواج ويسألني هل الشرع يبيح لي أن أجهض وأن أقتل، أقول له حرام قتل النفس، ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس بغير حق. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لماذا يقتل هؤلاء؟ 666 قالت الإحصائيات في المغرب كل صباح يقتلوها والعياذ في المغرب. 666 واحد قالت إحصائيات وزارة الصحة اللي فايتين في الحساب، يقتلون يوميا. فين رحنا غاديين؟ كي بغيتو سيدي ربي يشوف فينا برحمته؟ ونحن نقوم بالانتهاك الأعراض، فتكون باكورة هذه المعصية حمل البنات، وحتى يتم ستر هذه المعصية يكون على حساب الأرواح التي تزهق. والله ما نقول لكم اقتلوهم، لأنه حبيبي رسول الله صلى الله عليه كيقولنا من أعان على قتل نفس ولو بشطر كلمة. ما معنى كيقول أق، ما قالش تقتل، غير الشطر، غير نص الكلمة، يقول أق لأن أقتل فيها أربعة، والشطر الكلمه نتاع اقتل هي زوج. لو قلت اوق ما كملتهاش. من اعان على قتل نفس سواء كانت في البطن لا زالت لم تخرج هي نفس، او كانت تمشي على الارض، من اعان على قتل نفس ولو بشطر كلمه اوق لقي الله يوم القيامه زاد، ومكتوب على جبهتي آيس من رحمه الله. بغيتني انا نفتك بهذا الشيء؟ كل يوم يسالوني، كل يوم يسالوني، كل يوم يسالوني، ما تتقوش الله، بغيتوني انا نفتيكم باش تقتلوا الاولاد؟ ان الذين يسعون الان
من أجل استصدار قانون في المغرب يبيح الإجهاض، هؤلاء يريدون تقنين قتل الأنفس. حضروا روحكم يا أصحاب القانون يا أصحاب السياسة، حضروا روحكم، حضروا روحكم. ها؟ ونقول للطبة انتم كتديو الفليس هاتياك، يعجبكم كتجي عندكم المرأة تقولوا نستروها ياك، كتديو الفلوس على قتل الأجنة. أقول للأطباء الذين يقومون بذلك، أنتم تقومون بعمل ضد القانون، لأن القانون في المغرب لا يسمح أبدا بأن يتم قتل الأنفس لأنه يخالف ديننا ويخالف القانون. ثانيا، حتى ولو جاء قانون في المستقبل يبيح لكم قتل الأنفس، أقول لكم إن شرع ربنا يحرم قتل الأنفس، فأنتم تقتلون الأنفس. واحد السيد كان في وجدارك وتعرفه، كتجي له المرأة حاملة بالزينة، يقلع لها الوليد ويقليه ويعطيه للكلب تاعه. الوليدات كيوليو يقليهم ويعطيهم للكلاب. هذه قيمة الإنسان، هذه كرامة الإنسان، هذه الحداثة، هذا التطور. هل من الحداثة والتطور أن نقيم للأبناء في الأجنة، أن نقيم لهم مجازر؟ قلت له هذه هي المدنية؟ لو كان الناس كانت أنانية بحالك أنت، لو كان حتى واحد ما كان فوق الأرض، لو كان قاعد تقتلنا، بغينا نوليو شينوا؟ الشينوا الآن الصين، لأن عدد سكانها كبير، أش كيديروا؟ لا يقبلون من الزوجين زيد إلا عنصر واحد. ولكن دائما كي تحمل المرأة كيمشيو يشوفوا، كي يشوفوها بنية واسمو يديروها؟ يقتلونها. البنية الثانية يقتلونها، يقتلوا 7 ولا 8 عاد باش يعطيهم ربي الولد، باش يعطيهم ربي ولد يقتلوا 7 ولا 8. هذه حضارة نتاع الصين التي تعبد الفئران. هكذا بغينا نوليو؟ ثانيا، كاين اللي ما يقتلش واسمو يدير، واسمو يدير؟ يقذف الولد الذي يلده فين؟ في محاضن في المستشفيات. الله، كتمشي للفرابي وتمشي لذاك الجناح يجي عندك الوليدات، ربي يحفظهم، ما عندهمش باباتهم. ايه يا امي انت ينوضوا ما عندهمش باوات. اقول لكم من اعظم حقوق الطفل ان يولد لابوين عن طريق الزواج اجتمعا. كيفاش ينوض الولد ما يعرف لبي لمين؟ جات عندي واحد البنت متزوجه، نكرها باها الحاج وطلق امها، والان مزوج وعنده وليدات ولاباس عليه، وامها مشات لسبنيول وتزوجت بكافر، بكافر. من اللي مشات عند امها هذه الايامات ودها ماتت، ماتت والعياذ بالله، وتقول لها قولي لا اله الا الله ما كاين والو، وجاءت حزينه تبكي وتقول لك منين ندخل عند با نقول له علاش ذكرتني يا با؟ درك انا اخويا عنده 26 عام والبنية انت عندها 18، ماشي يمكن هذا خالها شي نهار منين غادي تجي؟ ربما يتزوجها. يا با علاش ما تقوليش؟ انا ما نسمح لكش، واخا انت نكرتني، ولكن اخوتي اللي ما عارفينيش انا شكون، انا الان ما عندي عمومي، ما عندي خوالي، انا تمنيت في الحياة نقول غير با ولا ما. كيف حرمت من اعظم واسمى معاني الرحمة في الحياة، الامومة والابوة؟ عايش انا ما نعرفش امه وما نعرفش با، نكرني بجوج. لو كان ما صبتش ولد الناس زوجني وقبل عليا وتحدى الرفض نتاع الوالدين وعايش معايا وراه عندي مع 3 تاع الوليدات، كيف سيكون حالي؟ اي عذاب نفسي اعيشه، اي عذاب نفسي. ولذلك الانسان عنده القلب لماين تولد الولد وتمشي تديره في الاخر، الله اكبر. تعرفوا اسمه قال ما تعرفوش افعله. هؤلاء الاولاد الذين ياتون بطريق غير شرعي، شكون اللي يستقطبهم؟ تستقطبهم مجموعه من النصارى. كان واحد هو المدير ديال شكون؟ المدير ديال جامعه الاخوين، امريكي نصراني. كانت عنده واحد الدار تستقبل هؤلاء الأولاد المسلمين الذين يولدون والعياذ بالله بطريق غير شرعي. أش كيديروا لهم؟ أش كيديروا لهم؟ تحت يافطة ما يسمى بإيواء اليتامى كانوا يقومون بتنصير أبناء المسلمين. وكو عرفتوا ذيك الوقيتة واسموقع المغرب ناض وطردهم، طردهم.
معناه أن من أعظم وسائل تنصير أبناء المسلمين هو استقطاب الأبناء الذين يولدون بطريقة غير شرعية إلى هذه الدور، وتحت يافطة تقديم ما يسمى الإسعافات الاجتماعية من أكل وشرب. كانوا يقدمون هذا باليد ويقدمون العقيدة النصرانية باليد الأخرى. ولذلك تعرفوا النصارى تنصير في المغرب كاي ولا ما كايش؟ ينصرونهم. واش كاي ولا ما كايش تنصير؟ ايه وما كي داير التنصير؟ على من يعتمد التنصير؟ يعتمد على الثلوث اللي كيتسمى الجهل والفقر والمرض. لا ينجح النصارى في تنصير المسلمين الا اذا كانوا جاهلين بدينهم، لان ما يمكنش اللي يكون يعرف وعنده العقل ديال بنادم السوي ويعامل باللي عيسى ابن الله وهو ثالث ثلاثة، كيدير لا كيدير لا هو واحد وهما ثلاثة، كيدير واحد يساوي ثلاثة. قالوا المسيح إن الله ثالث ثلاثة، كيدير ثالث ثلاثة كيدير؟ جات لها الشيء للراس كاع اللي عنده العقل وعنده شوية العلم، واش يمكن له يمشي مع هذه العقيدة التي لا يمكن لعاقل أن يعتقدها لأن ليس لها من الحجج ما يدعمها. ولذلك يقول لك النصارى اعتقد وأنت أعمى، أنت أعمى واعتقد، اعتقد وروح وأنت أعمى، يعني ما تحتاجش للدليل ولا. ولذلك يستغلون الجهل في الجبال، في الجبال يستغلون جهل المغاربة ويدخلهم والعياذ بالله إلى هذا الدين للانحراف زيد، أو يستغلوا المرض نتاعنا تحت ما يسمى بتقديم ما يسمى الأعمال الإغاثية الصحة. يمشيوا للأماكن تاع المسلمين المحترقة في الصومال في أفغانستان، وراكو شفتهم حتى الجنود الأمريكيين ضبطوا بأنهم يوزعون الأناجيل على أبناء المسلمين مرارا وتكرارا، هما عسكر وخدامين ينصروا الناس. شو شو المصيبه شو؟ وأيضا فوقاش المرض والجوع، الجوع يستغلون فراغ بطون المسلمين لكي يزرعوا أفكارهم وينصروا أبناءنا، ويستعملون الإغراء. المسلمين الشباب يقول لهم إن شاء الله اروحوا، ولكن إن شاء الله تعالى بدلتوا سميتكم، وغادي إن شاء الله تعالى نعطيكم الكواغط، وغادي ندير لكم كما وقع في ألبانيا، ألبانيا المسلمة، خرجوا من تما يا الآلاف، وأغروهم أنهم في حالة ما إذا وضعوا الصليب على صدورهم وكفروا بمحمد وتبولوا على المصاحف يستقبلونهم ويعطيهم المناصب ويعطيهم كل شيء. شو المصيبة؟ شو المصيبة؟ وإحنا عندنا مغاربة تنصروا الآن، كاينين في قنوات يدعون الناس إلى التنصير. واحد في وجدة تنصر وكتب الرسالة لمويمتو جابت لمويمتو ذيك الرسالة. أش كيقولها فيها؟ يقولها يا أما عندك تصنطيل هذوك الإرهابيين ديال المسلمين، أنا ما عرفت الحياة والسعادة حتى آمنت بيسوع الرب يسوع. يا أمي انتي أنا نبغي لك الخير، اكفري بهذوك الإرهابيين وبذاك محمد وتبعيني. تبكي تبكي وأنا كنقرأ هذيك الرسالة. الله 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 الله. ولم يكتفوا فقط باستغلال الجهل والفقر والمرض وإغراء الناس، بل يذهبون والعياذ بالله إلى بيوت المسلمين في أوروبا ويمشيوا يناقشوهم وكيصيبهم خاويين يديوهم، وفي البلاد نتاعنا يعرفوا الادريسات ويرسلون اليك رسائل وكيقول لك ها هي الدروس اللي يمكن لك تاخذها، ويبقاو يتناقشوا معاك. وهنالك عند الحدود واسمه كاين إرساليات تبشيرية تنصيرية تحمل كتيبات وأشرطة بالدارجة وبالشلحة وبالأمازيغية وبالعربية، فحينما يهم المغاربة من قطع الحدود أول من يستقبلهم هؤلاء يوزعون عليهم هذه الأناجيل. فدعوتهم إلى تنصير المسلمين جاري على قدم وساق. ولذلك نحذر أبناءنا المسلمين من خطر التنصير. وأنا أستغرب والله حينما يتم الحديث عن التنصير في الجهات الرسمية ويسأل المسؤولون عن قضية خطر التنصير الزاحف، أش كيقولوا؟ أش كيقولوا؟ أقول هذه المسألة ليست بظاهرة، ماشي شي حاجة كبيرة، راكو غير تهولوا المسألة، راكو غير تكبروا المسألة، ويمشيوا هكذا ويتركون الأمر هكذا. يعني كاع الخطر اللي كيتهدد عقيدة المسلمين
لا يعطونه اهتماما، وهذا خطر كبير، خطر كبير. إذن هذا عن التنصير. بل ما كاينش ماك جاع القضية التنصير تاع الوليدات اللي يجيو بطريقة غير شرعية. كاين اللي ماشي يقتلهم، وكاين اللي ما يديرهمش في السبيطار، وكاين اللي ما تستقبلهمش هذه الدور المشبوهة لتنصيرهم. كاين واسمو كاين، كاين اللي تقبض الولد نتاعها كيزيد ترميه في البادة والبلاستيك. كثرت عندنا آفة إلقاء الأطفال في أماكن عامة. حد البيبان تاع السبيطارات، حد البيبان ديال المدارس، في الويدان، في الويدان. كم من مرة عثرت الشرطة أو رجال الدرك على أطفال ولدوا حديثا، ثم جاءت المرأة متخفية وتضع ذلك المولود في مكان وتمشي تهرب. الله، هذه هي الأمومة، هذه اللي وصلنا لها. يا رب يا رب يا رب. ولذلك قال مثلا كل مولود اللي تولد بالزواج، واللي تولد بغير زواج زيد، واللي تولد عند الكفار، كل شيء هذو يولدون على ماذا؟ على الفطرة. ما معنى على الفطرة؟ على فطرة التوحيد، نقاء، نقاء الأصل. قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي في الغيب قبل أن تولد وقبل أن تخرج أي نسمة إلى الحياة، الله تعالى أخذ ذرية آدم كلها فخاطبها في عالم الغيب، ألست بربكم؟ فأجابوا بتلقائية بالفطرة المركوزة في القلوب، يقولوا بلى أنت ربنا ولا رب لنا إلا أنت. وربي وربي وربي. ولذلك إلى متى الوليدات اللي زادهم الكفار صوار؟ فين يمشيوا؟ فين يمشيوا؟ فين يمشيوا الولاد اللي يولدون على الفطرة، وإذا ماتوا قبل البلوغ يموتون على الفطرة. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. أي رفع القلم عن الصبي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال، يكون مازال ما جرش عليه القلم فيموت قبل أن يكلف. هذا الناس فين غادي يكون يوم القيامة؟ رأى رسول الله في المعراج رجلا ويحيط به أطفال ضعاميس، قال له شكون هو هذا؟ قال أبوك إبراهيم. وقال هذا شكون؟ قال هذا الأولاد الذين يموتون على الفطرة، أولاد المسلمين وأولاد الكافرين يموتون قبل أن يكلفوا، رهم مع سيدنا إبراهيم في الجنة. الله الله الله. كل مولود يولد على الفطرة. اسمه الفطرة الواقش الليمان. ما أنا عندهم اسمه في الدخل، اسمه عندهم، عندهم لا إله إلا الله. عندهم لا إله إلا الله. اللي ينكرها منين يكون كبير؟ تبقى عنده ولا ما تبقاش؟ تبقى ولا ما تبقاش؟ لا راه تبقى، ما تنقلعش راه في الأصل. إذن من يكفر واسمه دار غير درقها. ما معنى كفارة؟ كفر الفلاح والزرع، أي وضع التراب، أي ستره، أي الفطرة راها كاينة، توحيد كاين، ولكن ماش داروا؟ غطاه بالجحود والاستكبار والكفر. يبان ولا ما يبانش؟ يبان عند الكفر ولا ما يبانش؟ واش يبان ولا ما يبانش؟ فوقاش يبان؟ فوقاش يبان الوقت؟ أمنيني الزيار يقول أي ماي جود مون ديو. فوقاش يبان؟ شو سيدي ربي اش قال في القران على الكفار؟ واش قال فيهم؟ ها هو غادي في السفينه ذوك الكفار، وغادي فاش؟ بريح طيبه وفرحانين من الشطين. خطره وحده ياتي الريح فتتحرك الامواج فتلعب بالسفينه وسط البحر ويدركون انهم هالكون. في ذاك الوقت واسمه؟ يبقى يا فرعون؟ حتى اذا ادركه الغرق اللي قرا ماربو قال آمنت، خرج محروق بابا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن حتى ضروك تشتل لك غرق،
يقولوا ايوه من يبقى المجدات، ما يقولوا ربنا لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر. يا ربي سلك الغيب هذه يا ربي، يا ربي هذه يا ربي. فلما انجاهم الى البر زيد اذا هم يشركون. اي ولا لا فين كان؟ ولكن ذاك السيد من يكون هكذا عاصي ما يصلي ما والو ياك، راح ناسي. قال واحد ولد عمي مسكينه ما كانش يصلي وعنده عمليه في الرباط على الاسطومه اولسير، قالوا له عندك 10% وسوقع لنا، وقع مسكين ودخلوه، قلعوا له الكسوه ودخلوه بحال الميت. هو يقول يا ربي الا رديتني عمره ما نضيع صلاه الفجر. الساعه داروا العمليه ما نجحتش، قالوا له الان باقي لك 1% سنيه نعاودوا لك. في ذيك الوقيتات توجه للسيد ربي 100%، قال له يا ربي ما بقيت لي غير انت، لئن جيتني من هذه المصيبه لن اضيع صلاه في المسجد قط. ودخلوه داروا العمليه وبرا وراه عاد عايش، ولكني قال لك يا ابن عمي في راس الصلاه، في راس صلاه الصبح، في راس صلاه الصبح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. كل شيء يزيدوا عن الفطره. شو الفطره فين كاينه؟ كاينه داخل في القلب، بحال انت عندك الدار ذاك هنا في الباديه ياك، وبغاو دارت واحد الشجره زرعتها، فين زرعت الشجره؟ ما زرعتهاش برا، لان لا برا يجيو المعز ياكلوها ولا يفوتوا شي وحده من صحاب القرقوبه يهرسوها. لا انت درتها في دارك، في دارك، ودرت عليها واحد الشباك ياك، درتها شباك. منين تكون عنعم سيدي دائما تحضي ذيك الشجره، انت ان شاء الله تبارك وتعالى دائما تسقيها بالماء والزبده، كي غادي تولي؟ كي غادي تولي؟ فابواه الفطره كاينه ولكن الوالدين هما يسقيوها. إلا سقوها بالماء الزين تتترعرع وتنمو، ولا سقوها بالحريرة في ما شط لهم شي حريرة ولا عسل الكحلة يرميوها تما قتلوا لها الجدور. تخيل الباين يسقيها بالماء والمرأة منين تصبر بالجافيل ولا ليسيف وذاك تديرها تما على الشجرة، اش من شجرة هذه؟ مشات ماتت، ما كلوها لا معز لا والو، والديها هما خربوا لها. فأبواه، وشوفوا مين قال أبواه، سمعوا أبواه، ما معنى أبواه الواغش؟ ما معنى؟ هما بزوج. إلا كانوا ما متفقينش لباين ولماين على التربية ولا عمره ما يتربى، واحد يزير واحد يرخف واحد كذا، إلا ما متفقينش في المنهاج غادي يربيوا الولد. ولذلك أنا كيصف هذه كلمة أخرى، الله يرحم لك الوالدين، كيسقسوني الناس كيقولوا لي الله يجازيك بخير، حنا تزوجنا هذه الفرنسية هذه المسيحية ها؟ ودرك حنا وليداتنا راهم في خطر، انا لا استطيع يقول ان اربي على الاسلام، هي ماشي مسلمه كتدي لي الوليدات نتاع الكنيسه وتعمدهم وانا مسلم، عباد الله اش غادي ندير؟ اقول له لانك قمت بهذا الامر دون ان تستشير وان تستخير ودون ان تنظر في عواقب هذا العمل، لانك ان تزوجت بامراه كافره في بلد كافر فسيحكمك ذلك القانون وانت ضعيف في ذلك البلاد، انت والدين تاعك يكون في خطر، فكيف تكون زوجتك نصرانيه في بلد نصراني تحكمك قوانينه وأنت ضعيف، كيف يمكن بعد ذلك أن تقوم بتربية أبنائك التربية الإسلامية؟ هذا خطأ ستتحمل وزره يوم القيامة. قال لي كي غادي ندير؟ كي غادي ندير مع هذه وليداتنا اللي كيدوا من الكنيسة؟ كي غادي نديره؟ أقول لكم اسمعوا، اتق الله وقوي صلتك بالله، ثانيا عليك بأن تلتزم بأخلاق الإسلام حتى تلمس زوجتك سماحة الإسلام ورحمته، لعل الله يجعل خلقك الطيب معها وسيلة لتحبيب الدين إليها. ثالثا إن فعلت ذلك ولم تعد الزوجة وأصرت على الكفر وأصرت على أن يبقى أولادها تبعا لها في الدين، فعليك هنا أن تقطع مرة واحدة. اقطع. وكي غادي ندير لأولادي؟ تعامل معهم عن بعد، ما تزيدش وليدات اخرين. اذا كنت قد جنيت على ولد او اثنين فلا تضف الى ذلك ضحايا اخرين، فبعض الشر اهون من بعض.
قلت لي شي وحدين اللي هيك في، قلت انا في اسرائيل يعني فلسطين، قالوا احنا مغاربه ورحنا تما ودرك انا ديت يهوديه وعندي ولادي تما وكي غادي ندير وكذا. قلت له واش بغيتي دير؟ عليك ان تترك تلك الارض، لان وجودك في تلك الارض هو اعتراف بشرعيه الصهاينه الذين احتلوا ارضنا. هذه وحده. وثانيا الوليدات اللي جبتهم معها ما نقولوا لك لا خطفهم لا والو، ولكن نقولوا لك الا ما بغاتش تولي خصك انت منين تخرج خرج بوحدك، خلي ذاك الولد مع امه، ما تفرقش الولد على امه فيفرق الله بينك وبين ولدك يوم القيامه. واش مندير؟ قلت له اقرا القران فان الله حفظ ذريه بعض الصالحين لصلاحهم. قال وكان ابوهما صالحا. فلو انك كنت صالحا فانك ترجو بصلاحك ان يحفظ الله ذريتك ويقيد لها في تلك الارض من يحذرها او من يدعوها الى الله. وسيدي ربي قادر مولانا الكريم يحفظ لك الذريه نتاعك كما حفظ سيدنا ابراهيم من النار، فقال له وسط النار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فعط النار فلم تحرق إبراهيم، فسيعطل أيضا كل من يريد تكفير أبنائك، فسيقيد الله لهم هناك بصلاحك من يحفظهم إن شاء الله تعالى. إذن هذه الفطرة يولد على الفطرة، فأبواه يخص يكونوا متفقين على التربية، وحتى لو كانوا مسلمين يخص يكونوا متفقين على التربية. شو شو أنا نعرف شي نساء وشي رجال، الراجل يقول لها ابنتي خلي البنت تدير الحجاب، عاد تقول لها ما عادش شكون يتزوجها، انا عندك اقلها اخرج تبارك الله تفجي مع راسك ويلا نمشيو للسعوديه باش تباني نعامة سيدي هكذا، لان لا بقيتي غير هكذاك مبربره شكون غادي يتزوجك؟ عاد لي روحك المراه المراه تقول. وشي بخطرت العكس، الراجل هو اللي كيقول للبنت ديالو مال هذه امك معقده. نعرف واحد المراه مسكينه جات عندي قالت لي نوض الولد ديالي في الليل باش يصلي الفجر وخص ما يشوفوش باه، لان باه يكره المسجد ويكره الصلاه، قال لك وفاق به وخوفه. وصبحت انا في ورطه كبيره، شو المصيبه منين يكون باي المسلم والامي المسلمه ما متفاهمينش، واحد قابض هكذا واحد قابض هك، واحد يشرق واحد يغرب، كيفاش يمكن هالوليدات غادي يترباو؟ ستفسد فطرة هؤلاء والعياذ بالله إذا اختلفت هذه المسألة. أبواه أبواه قول لي الله يرحم لك الوالدين، ولا ما عندوش باوته؟ ما عنده لا باي لا امين، يقول لي ما عندوش باه امه، واش بغى خصو يدير؟ قال لك نبي أبواه، ولا ما عندوش باه امه؟ المجتمع كله أبو الله. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهذين في الجنة. كان الولد منين يموت لوالديه كل شيء العائلة تكون هي الوالد تاعو. اسمع الوغش، ها فين تبان صلة الرحم في اليتيم اللي ما عندوش والديه؟ علاش يسمحوا فيه؟ كان اليتيم بين المسلمين يجد كل المجتمع أبا له ووالدا له ووليا له. سيدنا النبي في نهار العيد منين جا خارج الصباح الوليد يبكي، وليدات المسلمين فرحانين، قال له يا يزيد ما يبكيك؟ قال له كل شيء الناس عندهم والديهم، شراوا لهم الكسوه وخرجوا فرحانين في العيد، انا ما عندي والدي يا رسول الله. فاخذ النبي بيزيد بن عقربه الى بيته وقال له الا تحب ان يكون محمدا صلوا عليه اباك وفاطمه اختك وعائشه امك؟ فخرج بعد ذلك يفتخر على كل اقرانه ويقول لقد ابدل الله ابا خيرا من كل الاباء محمد رسول الله، وأما خيرا من كل الأمهات عائشة، وأختا هي سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله. لتامة ما عندوش والدين، ولو كان يكونوا هذ الأباء ما كاينينش كاع، ما كاينينش ما كاينش ما بغاش. كل من يتحمل أمانة التربية فهو أب. شكون هما الأول؟ الأستاذ، المعلم، المربي. يا ابن عمي يا ابن عمي الوليد الأساتذة نتاعنا يا ربي، يا ابن عمي الأساتذة نتاعنا إلا من رحم ربك، أي يبغيو غير الفليسات يا خلاص. أو يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي، حاشاهم الأساتذة المؤمنين. أو يا ابن عمي يا ابن عمي، يشوف في كل فريسة يشوفوا غير فوقاش يديروا ليتيد ويديروا الفليسات. يا ابن عمي يا ابن عمي كي ولا الأستاذ، ولا ما كانش الاستاذ شكون؟
الخطباء في المسجد، المسجد بغاو يلغيوه، مات، ما كانش اللي يربي في المسجد، ولا صابوا شي واحد يربي رياضه، ولا ما كانش جامع. رجال الاعلام، الاعلام الله يستر يا ربي، يبث مسلسلات لتفسيق الناس. راكو تعرفوا انتم واحد المسلسل يقولوا له خلود ياك، تفرجوا له هنا ولا ما تفرجولوش في الباديه؟ تفرجوا له ولا ما تفرجولوش؟ قول لي واش شي واحد يبقى برا في ديك الوقيته؟ راكو عندكم الخبر، واحد السيد راه قاعد انتحر، واحد الوليد، واحد الوليد في اليوسفيه عنده 9 سنين انتحر، من اللي مشاو جدارميه داروا لانكيت وجدوا ان سبب انتحاره واسمه هو تأثره بأحد أبطال المسلسل الذي انتحر، فقام متأثر يفعل كما فعل الآخر. يبغوا يصوروا لنا شي قدوة نتاع الفلسين باش نتبعوهم، نتبعوا المغنية ولاعب الكرة وكذا وكذا. هذا الشيء اللي بغاو يربيونا وليداتنا. إذن هذو غير المسلمين، شوف فين مشاو داوك. الباينين مدقين. المعلمين لا هي مع المنضى، الجماعة رياضوا الأئمة المزيانين، خلاو غير اللي يجي يقول أيها الناس اتقوا الله وقم زين. الإعلام راكم تشوفوا الإعلام واسمو فيه دوزيام وكذا، شفتوا واسمو فيه ولا ما شفتوش؟ كيعلموا شي حاجة ويربوا شي حاجة؟ واش استوديو دوزيام تربي شي حاجة؟ حمرتي لي وجهي، تغني عريانة وتجي ما تقولها حمرتي لي وجهي الله يرضى عليك. شتو الغريبة كيداير؟ هذا إعلام هذا؟ فأبواه يا رب يا رب يا رب أبواه. ولذلك أنا وريني نتكلم على واش، أنا مشكل نتكلم على من؟ على تكافل المجتمع في تربية الأبناء. إلى الوالدين جاولوا ما كانوش زين أهلا للتربية، خص المجتمع يتعاون على التربية. كنسموها المسألة كنسموها التراحم والتكافل. راكم تراحموا ولا ما تراحموش انتم في البادية؟ واش تراحموا ولا ما تراحموش؟ قاطع الرحم لا يدخل الجنة. مقاطع خوه، تعرفوا بين لا قطعت خوك ولا قطعت عمك؟ كتصلي الصلاة فترتفع يوم الاثنين والخميس أعمال العباد إلى الله، فيغفر لكل موحد إلا لمتشاحنين أو قاطع رحم. يقول الله للملائكة عند رفع الأعمال ردوا عليهما أعمالهما حتى يصالحا، من قبل منهم لا صرف ولا عدل. أو يا رب 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 يا رب. قطيعة الرحم. مسألة أخرى في التكافل، واسمو كاين اخر؟ كاين التكافل واسمو اخر؟ قولي واسمو التكافل، بس حاجه اخرى تاع التكافل اسمو كاين؟ نتاع الوليدات، كاع نربيو الوليدات اللي عندها. انا ولدك هو ولدي، كي نشوفو ماشي مزيان كيهم ولدي نجي عند ولدك ونقول له الله كذا، نبغي له الخير. وكان شي حاجه اخرى في التكافل اسمو هي؟ التكافل واسمو هي؟ ازي اصاحبي الفلوس، اصاحبي الفلوس. انا عندي الخبر بان واحد العدد نتاع الناس الزكاه ما يخرجوهاش. كاين هنايا اللي باع الارض، باع الارض وقبضهم هاك الكميات ما خرجش دورو تاع الزكاه. وكاين اللي عنده نعامس ديال الفليسات في البنكه وحابسهم يدي لانتيريس، يحارب الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. كيدي لانتيريس وياكل لانتيريس، ياكل السحت. هذا غادي يكون يتكافل مع اللي من اللي مات لبه باش يقرره وينفق عليه؟ ما يمكنش. والزكاه ما يخرجهاش، اللي ما يخرج الزكاه جحودا فقد كفر، قد كفر إذا جحد بالزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يقبل الله صلاة المصلي إذا منع الزكاة، ولا يقبل زكاة المزكي إذا ترك الصلاة. فقد قرن الله بين الصلاة والزكاة في آية واحدة، ولقد قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا وقالوا عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. إن قاتلهم عليه الزكاة، الزكاة اخوتي الزكاة. اللي ما يديش الزكاة يدير الكونترير تاعها واسمو هي الربا. لذلك سيدي ربي ربط الزكاة بالربا في آية واحدة.
قالوا سيدي ربي سبحانه عز وجل وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني أن الربا لا يربو عند الله، أي تطلب زيادة في المال حينما تقرض الناس فهو لا يزيد عند الله، إنما يمحقه الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما الصدقات يربيها، ينميها، يزكيها، يزيدها. فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. القضية تاع الزكاة والقضية الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإنسان يقرن هذه الزكاة طبعا بالصلاة. أنا تعجب مثلا لحد الآن الجمعة مثلا الجبات صيبوا معمر والفجر ما تصيب حتى شي واحد، إلا ما كنتش أنت القدوة نتاع وليداتك كتشوفوك يصلي، واش هما غادي يصليو؟ ما يمكنش، خصك تربيهم بالقدوة. إلا أنت كنت باين وكنت تكمي قدام ولادك بالصيف غادي يخرجوا يكميو. إلا كنت نتايا تبارك الله في الدار ديالك ويدقوا عليك وتقول لولد روح قول لهم ما رانيش هنا، يخرج قال لكم با ما رانيش هنا. انت راك تعلموا الكذب، انت الان قدوه سيئه بالنسبه لولدك. ولذلك يخص الانسان ان شاء الله تبارك وتعالى يعطي النموذج الطيب. فالدعوه الى الله عند الاولاد بالحال ابلغ من الدعوه بالمقال. هذه بعض الكلمات حول قوله عليه الصلاه والسلام: كل مولود يولد على فطرة التوحيد فأبواه إما يهودانه وإما ينصرانه وإما يمجسانه. ولكن ولدك راه مسلم، واش ما يخصك غير تسقي شجرة الإيمان باش بالقدوة الصالحة، بطاعتك لربك، بصلاحك، بتكافل المجتمع في التربية، بإصلاح وسائل التوجيه حتى يقوم المجتمع، كل المجتمع بتربية أبنائنا. وهذه مسؤوليتنا أجمعين، ونتعاونوا عليها كاملين. ولذلك أنا فرحان بزاف من اللي بداوا الشباب الله يجازيهم بخير يوليوا لسيد ربي. راهي لو ولاو الشباب لسيد ربي ولاو للجامعة وبداوا يتعلموا الدين راه غادي المستقبل تاع البلاد يكون مزيان. ولكن الله يحفظ ويستر الشباب بقاو غافلين وداهم اصحاب الكره وداهم والعياذ بالله اصحاب الفن واصحاب العفن، غادي الله يستر يا رب. احنا كنصرخوا في الامه يا الشباب انتم قلوبنا، انتم هما قلوبنا، انتم هما الكبدان تاعنا، لو كان نصيبون رفدوكم على ظهورنا. الشباب الشباب يا الشباب المؤمن الطيب، راه سيد النبي قال لك نصرت بالشباب، نصرني الشباب. الشباب منين يولي ربي كانت نوض الكيه تحرق القلوب ديال العديان اللي بغاو هالبلاد يفلسوا الشباب من العلمانيين والفساق. منين يشوفوا الشباب يعمروا المساجد ويسيبوا الشباب يترنمون بالقران وشباب يدعوا لسيد ربي، انحرقوا انحرقوا انحرقوا. هذا الجواب العملي العملي لهؤلاء. فاللهم يا رب اجعل وليد هذا من العلماء العاملين ومن الدعاة الصادقين. الله يعمر به الخير ويعمر هذا الدار بالخير بحلوله في هذا البيت، والله يصلح وليدات المسلمين اجمعين، والله يرحم جميع اموات المسلمين، والله يثبتنا يا رب اجمعين. وصلى الله على الرحمة المهداة العالمين، واستسمحكم بارك الله، طولت عليكم، والله يجزيكم بخير ويرحم والديكم. الله يجزيكم بخير، بارك الله.